كان مركز حقن الدم بمستشفى عيد الدرس. طبعا الجهات اللي كانت معنا كانت ما يمثل في المنظمه الوطنيه لقاء شباب الجزائر بالتنسيق مع مديريه الشباب والرياضه وكليه العلوم الانسانيه والاجتماعيه. ايضا في دائما في شهر فبراير بمناسبه 18 فبراير. السلام عليكم ليكيب، شحال تكونوا بخير وعلى خير؟ جوله جديده في عنابة. اليوم جبنا المسلوب، احنا هنا في ليزالمون اون لونزيام اونديسمون، راهي جهه حي الابطال راهم على عملكم، راهم يدينا المكتوب ان شاء الله. الشباب والرياضة. كذلك ننتقل إلى شهر مارس. شهر مارس كانت تنظيم حملة تجهيز ولائية عبر البلديات بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغابات عبر بلديات ولاية النابا. شاركنا مع محافظة الغابات في ولاية النابا وكذا مديرية الشباب والرياضة ومديرية البيئة بولاية النابا. دائما في شهر مارس قمنا بتنظيم حافلة باسم الطفل، يعني تزامنا والعطلة الربيعية كانت كل بلدية في ولاية النابا تسمي هذا الحدث. طبعا الجهة المنظمة لهذا الحدث هي مديرية الشباب والرياضة بالتنسيق مع الحركة الجمهورية شريك القضاء ومس هذه العملية، يعني كل المتمدرسين عبر البلديات في ولاية النابا. كذلك في نفس الشهر أي مارس قمنا بتنظيم برنامج تنشيطي ترفيهي لفائدة الأطفال خاص بشهر رمضان المبارك وسط إعراضات ليلية في الفنون القتالية في ساحة الثورة كما كان لكم كما توجهنا معنا. طبعا كانت المشاركة من طرف جمعية الشبابية والنوادي والرابطات الرياضية شركة القطاع، طبعا حتى تنظيم مديرية الشباب والرياضة. كذلك في 29 أبريل احتضان ولاية عنبة فعاليات كأس إفريقيا للاعبين والناشئين. سلام محمد. رسمي يا. هلا حتى ما هذيك ندور لها. هذا مع الشان والحمد لله كانت على خير وعافيه وفي ظروف جد وكذلك في ابريل ماي يعني قمنا بتنظيم معرض الصناعات الحرفيه التقليديه تزامنا من الحضور التقليديه بمناسبه الدوره التقليديه العالميه. قمنا بتنظيم معرض الصناعات الحرفيه والتقليديه على مستوى ساحه المنطقه طبعا بمشاركه الحضور التقليديه للصناعات التقليديه ورابطه نشاطات الشباب بولايه النبض. طبعا في يومين الملتقى الوطني المسلم للمجتمع المدني والذاكرة أشارت بتحولات إحياء اليوم الوطني للذاكرة واستعراض كتاب كبير بشمل جميع أطياف المجتمع المدني وكان يوم في يومين في المسرح الجهوي 2020. طبعا شاركت المنظمة الوطنية للذاكرة يوم 27 ماي من مسار الملعب البلدي العقب الشاب الى ساحه الثوره. طبعا من شركه الشباب كذلك في ننتقل الى شهر ماي تصميم برنامج القافله الملعبيه التحسين خاصه بحمله التحسيسيه التوعيه الوطنيه بمحاولة لمكافحه المخدرات والمخدرات العقليه وطرق الوقايه. طبعا هذه جابت دور مؤسسه الشباب كذلك مؤسسات عندك خلاص صرف الموضوع الشعبية. طبعا هناك مشاركات تجهيز الجمعية الخاصة شركة القطاع كذلك في 20 شهر
فقمنا حملات تطوعية لتنظيف الشواطئ تحسبا لانزراع الموسم الصيفي. طبعا قسم الشواطئ الذي خاص مع مديرية البحريات كان هناك حوالي 150 مجال بالنسبة للجوان فرصيد افتتاح الموسم الصيفي سنة 2023 وهذه السنة 2023 كان افتتاح في صيدي صيدي مرحبا وشان كل سنة الإسلامية المنظمات في ربع جويلية وكما جرت عادة باستعراض شبان كبير كذلك في جويلية 2023 تنظيم حملة ولائية لتنظيف الغابات للوقاية من الحرائق طبعا حسب الحرائق في الصحراء والصيف قمنا بتنظيم حملة ولائية لتنظيف الغابات باش نقصوا في الحارة تنظيم اللي وراء بالهوشات بالهوشات وراء بالهوشات كذلك في أوت استقبال وتنظيم منافسات كرة القدم لطبع 15 من الألعاب الرياضية العربية وهذا الحدث الثالث مهم كبير استقبلوا ملعب العرب طبعا كان حدث كبير واستقبل جمهور عريض جدا كذلك تنظيم ندوة ولائية حول الهجرة الغاز الشرعية لجبل أود في مركز الترفيه العلمي رئيس صالح كان معنا التنسيقية الوطنية في ضبع على الذاكرة والمجموعة الولائية لحرس السواحل من كذلك في أوت 15 أوت تنظيم الحملة التحسسية للوقاية من الآفات الاجتماعية عبر السواحل هذا طبعا جابت الصور في المساحة تنظيم الشباب بالتنسيق مع فرق الدرب الوطني
من 22 إلى غاية 24 سبتمبر وشاركت جمعية الإكرام بتنشيط وتوجيه شباب التظاهرة التجوال الوطني على الإقدام تزامنا وفعالية صالون عربي مغربي سياحة شباب في مدينة الخامسة وذلك بإصرار في هضبة سيتي في تيليكسان وكانت مدينة شباب الإكرام ممثلة من طرف جمعية الإكرام. وكذلك في سبتمبر تقديم معرض صناعة الخيرية. طيب مش هادية؟ بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة والله والو ني قلقوني تاع خدمه صوتش ننتقل الى التبادلات كل مره نروح التبادلات الشبانيه استراحه غنائيه بعد ما استعرضنا اهم وحوصله النشاطات الشباب عبر مديريه الشباب والرياضيين فاصل غنائي ثم نعود
فيها شنو؟ ما هي مصايب. تبغي ملي موطو كاش موطو برك زي موطو اخويا ربي انا صح اخويا ربي ساهل السيد علي الحسين مدير الشباب والرياض. اهلا وسهلا شكرا. طبعا فيما يخص انتخابات ولايه الشباب كانت مشاركه في ولايه النبا يعني ايضا مشاركه يعني جد هامه حيث دخلنا الى بيت شباب ولايه بسكرة يعني تبادل شبابي مع ولايه بسكرة من خلال بيت شباب ولايه بسكرة وذلك في شهر مارس 2023 الحدث كان في دار شباب بسكرة. المشاركين كان بيت شباب بسكرة جمعية بيت شباب بسكرة وخيم شباب سريدي جمعية السياحة والترفيه وتبادل الشباب ولايه النبا. طبعا كذلك تنقل الى بيت شباب هوارب ومدن ولايه سوهاج. كان هناك يعني تبادل ما بين ولايه سوهاج وولايه النبا عن طريق بيت شباب هوارب ومدن حيث شاركت جمعية بيت شباب هوارب ومدن وجمعية السياحة والترفيه وتبادل الشباب ولايه النبا. التبادل الثالث كان استقبال وفد من بيت شباب ولايه بسكرة. كنا وفد من ولايه بسكرة طبعا بمخيم الشباب سيري من تنظيم ديوان مؤسسه الشباب ومخيم الشباب بريدي والجمعيه للعين السياحه والترفيه وتبادل الشباب. طبعا ايضا هناك استقبلنا وفد من بيت شباب هواري بمدينه الشوال يعني رحنا وعاودوا هما جاونا بمخيم سريدي ايضا وذلك استقبال وفد بيت شباب الجنفرة في بسكرة والتبادل كان مع بيت شباب خوذة صالح في بسكرة استقبال وفد من ولاية أغوار وخيم شباب بسمع في عين حسين وكذلك استقبال وفد من ولاية بسكرة ايضا نشوف ولاية بسكرة على بسكرة والتنقل الى مخيم الشباب الحالة الى الفات في فات تبادل مع استقبال المنارة والحالة في كل مكان استقبال وفد من بيت شباب القلعة اللي رحنا هما جدوا جاونا من طرف إطار تبادلات سوداء لمخيم شباب سيرج. هذه مجمل التبادلات اللي كانت على مستوى ولاية النبا من تنظيم مديرية الشباب والرياض. من التبادلات الشبابية نروحوا إلى القطاع الرياضي لولاية النبا وبالنسبة ل 2023 إذن لكن نشاط كثيرة نختصرها سي يعني. نختصرها طبعا هي نشاطات كثيرة يعني لأن ما فيش الوقت باش نسدوها كاملة ولكن سوف نعرض على بعض منها فقط. طبعا تنظيم طبعا كان يعني رادي سيما يعني دولي مصري عروس المتوسط ب 25 و 30 طبعا بالنبا وكذلك تنظيم البطولة لأي سباق المهارات الفنية لفئة مدارس من 7 إلى 12 سنة يوم 21 جانفي بالحجار على شهر جانفي. في شهر فيفري عندنا عدة بطولات نذكر بعض منها فقط بطولة جهوية الكاراتيه مهرجان محلي للرماية البطولة الجهوية الكاراتيه دو مهرجان محلي للرماية الرياضية الطبعة الثانية تنظيم دورة ولائية في رياضة الجيدو ضرب سوطاني في رياضة الكيدو سباق الدراجات الهوائية وسباق الهوائية دائما على الطريق تنظيم دورة رياضية الفنون القتالية تنظيم تربص وطني في اختصاص دفاع النفس
تنظيم حصص تدريبيه للدراجيه رابطه عنابة تحت المطر للبطولات، تنظيم دوره وطنيه في رياضه كره اليد. كذلك في شهر مارس نظمنا دوره الان في المصارعه المشتركه، كذلك تنظيم المهرجان الوطني في الرمايه ايضا الطبعه الثانيه، تنظيم دوره ولائيه بمناسبه عيد المراه في رياضه الكره الحديديه، تنظيم دوره ولائيه مفتوحه بمناسبه عيد المراه في رياضه الرمايه ذكور واناث، كذلك تنظيم دوره وطنيه مفتوحه للكاراتيه كل الكاراتي دوسين في البرعم، وتنظيم دورة لعيد دراجات على الطريق العام. كذلك في شهر مارس نظمنا دورة استعراضية في الفنون القتالية، مهرجان ألعاب القوى للكيدز، تنظيم الطبعة العاشرة لكأس الجزائر ما بين الأحياء لكرة القدم، تنظيم دورة لكرة القدم لذوي الاحتياجات الخاصة. كذلك في شهر أبريل عندنا تنظيم دورة لكرة السلة طروف واحد في شهر رمضان الكريم، تنظيم فعاليات الدورة الثانية لرياضة الكاراتيه دورة رمضان 2023، تنظيم مرحلة الجهوية لكأس الجزائر ما بين الأحياء طبعا العاشرة، كذلك تنظيم اجتماع تنسيق للحكام وتنظيم دورة في المولات. في شهر ماي نظمنا سباق نصف ماراثون مدينة بونا، نظمنا أيضا سباق على الطريق هو بمسلك مغلق، كذلك تنظيم نهائية البطولة الولائية في رياضة كرة السلة في آت 14/16/2018 بشحن شهر الدين، تنظيم فعالية كأس الجزائر ما بين الأحياء مرحلة البلديات، تنظيم البطولة الجهوية كادر أكابي للكاراتيدو، كذلك تنظيم دورة كروية تحت شعار الرياضة تجمعنا. يعني نشاطات رياضية كثيرة في ولاية عنابة، إذا نروحوا مباشرة ربما إلى قضية إنجاز الهياكل في قطاع الرياضة بعنابة في الموسم 2023. طبعا فيما يخص إنجاز الهياكل استلمنا في هذه السنة، استلمنا يعني مبيت شباب 2020 بسعة 50 سرير، سوف يفتح عام حالي ان شاء الله هو كامل جاهز ان شاء الله للافتتاح. كذلك في الاشهر القليله القادمه سوف نستلم قاعه متعه الرياضات في صالوماس اللي هي في دراع الريش في الولايه المنتدبه، وتضم 500 مقعد، يعني قاعه 500 مقعد تفتح خلال السدس الاول ان شاء الله من سنه 2024. هذا فيما يخص فقط نذكر باللي على اثر الاجتماعات الماراثونيه اللي كانت مع السيد الوالي ولايه عنابة، وبفضل يعني الحين كنت السيد الوالي استطعنا رفع التجميد على يعني دو بروجي اللي هما رفع التجميد على مقر ديوان مؤسسات الشباب بولاية عنابة اللي رايحين نعاودوا ان شاء الله نكملوا البناء تاعو في فلاسيتي جونولا، يعني كان مجمد عمليه مجمده، رايحين نحاولوا نعاودوا ديماريو ان شاء الله، لانه تعلم ديوان مؤسسات الشباب بولاية عنابة ما عندوش مقر يعني تنفس. كذلك رفع التجميد عن عمليه مسبح اللي راح يكون ان شاء الله في برحة، وحنا في اطار اختيار وحنا في سبب اختيار سلام يا ربي بسم الله رفعت بفضل السيد وان شاء الله راح يكون رفع تجميل على احشاء اخرى ان شاء الله. هذا فيما يخص بالنسبة ل 2024 نسمع مع الناس نقولوا لا كونفيرماسيون تاع البوزيتيف، لكن عندنا بعض الاصداء اللي نحضر في الشدة الحاجة وبدها تقبر ديرها بوجه ما تقبرش ديرها بوجه مشروع ديرها بوجه حبس دير مثلا ديرها كي تركب واحد ديرها ايوه غلطة كانت. كذلك قاعة متعة الرياضات في الرحال، لانه تشوف الرحال كان علاش؟ لانه كيف تجمع
كبير في الكاريتوسا هو اللي راح يكون مستعمل اكثر في هذه المنشآت ان شاء الله. وعندنا ان شاء الله اذا تثبت يعني عندنا جوج دول شباب يقدروا يساعدوا. كذلك اما بعد العمليات تاع ريفيتمون سينتيتيك تاع لاعب فرنسي وفي لعب حصحصي لا اللي ما لعبش دونك هادو راح يكون عندهم ريفيتمون سينتيتيك سماح شباب وشباب استكمال حياتهم في ظروف جد هذه الجمعيات مساعدتكم الجمعيات الشبانية والرياضية هل هناك مثلا تدعيمات إضافية راح تساعدوا يعني في إقامة نشاطات خاصة من المقبلين على فصل الصيف؟ طبعا في يخص الجمعيات الشبانية والرياضية كما جرت هذا عندنا صندوق سوف ان شاء الله نقوم بعمل التحليل قديما ان شاء الله احنا على حساب في الصندوق نحاولوا انا ما نقولكش نرضيهم 100% كل الناس لانه المبالغ الموجوده على مستوى الصندوق ما تكفيش مهما تكون ما تكفيش كل الطلبات اللي توزع على مستواهم ونجيب شباب بصح احنا واش راح نديروا ان شاء الله راح نحاولوا اننا نرضيهم معظم وخاصة نشجعوا تلك التي لها يعني ما نقولوا أعطت نتائج جدا إيجابية لولاية عنابة نحاولوا نشجعوهم خاصة طبعا راح إن شاء الله نشجعوهم ماديا نشجعوهم مزعم عضيك ديماتريال عضيك ديماتريال سبورتيف واحد إن شاء الله نكونوا مستوى ونقدروا نقيسوا كل هذه النوادي كاين كثير واحد اخر ان شاء الله نشوف كثير هذا باركينغ وتنسيق مختم بهذه المناسبه السنه الجايه سي علي باش تقول لسكان عنابه ولشباب ولايه عنابه طلب طبعا بمناسبه حلول السنه الجديده 2024 نتمنى كل الخير ان شاء الله لولايه عنابه وللجزائر باكملها وخاصه للشباب الشابات وشباب عنابه ان شاء الله هذا العام يكون عليهم خير في النشاط فالربح فال يعني تآخي جيلاتنا ان شاء الله ان شاء الله الحكام تحيي كل عام هما في خير مرحبا بيه لا مش مشكل يدير حاجه برك شوف هنا الحاج كي نروح على الغربه سي مدير الشباب ونديروا الامانه هذوما شكرا لك ما يعملولاش ولا لا راح يخدم ما خايف في شونتي يروح يخدم في شونتي كاين شونتي الحاج كاين شونتي كاين ينهز فيه انا كحلان اقسم بالله تقول عليه كحلان الامريكان مش تاع يخدموا عند روحه في الشوانت الفوق في باطي مادة دمتا تاع بنت تاخ تاني جرني بمية ومية وخمسين ومئتين الف ويفكر تريد ربيع وبروبر ونضيف وصلي وكل لكم عامكم سعيد كل عام وانتم بخير زملاء بالاستديو المركزي اليكم الخط
من هي اللي ملاح فقط الشيء. ماذا مساكن قالوا مع الدوسي هذا قال مع 14 صباح لهنا مكفرين هذا الحق هو هذا يا طارق العشريه السوداء يقول لهم شهريه ما دار حشكل مع بوتفليقه قال لهم نروحوا فوطي ونعطوك المليون عندهم لا كيما داروا للانسان تدير الخلع وتدي الدار للراجل أنا ما دخلتش بالي هذي ما دخلتش بالك تاع لما نصاد تدير الخلع وتدي مليون ولا ما دخلتش بالك هذي تاع تاع الحكاية تاع العسكر تاع العسكر هذي ما نعرف كيما قلت لك داروا للنساء وراح يفوتي ونعطيوك مليون ودار قانون تاع الخلع تدير الدار للراجل العهد تاعو عندنا ناس حنا عندنا في الكرتي بداو نخرجوهم من الديار مساكن
الآن يرفع على إسماعكم الكريمة إذا صلاة العصر حسب الحقيقة الخبير في مدينة أنبا ونشأ. Thank you.
تولدوا خارج يعني. مدفون بلا قبرنا همها راهم شيبني يا ماما القلب تعمر لا بريا لا تليفون لا خبر على جلها نحجر ننسى قاع محام لا قصتي قصة حكاية طويلة ما تتنسو عشقتها فرنسا خلتني محير مقواني عشقها سوسة زادو دارو عليها العصو كي بغيتو ننسو الاستوار اللي بينها وبيني راني مدمر خلوني نروح اجري العمر قلبي تفكر اللي راح حشو كويتني قطعة تضحك يا حسن عونك يا قلبي صبور ما عنديش صبر هذه المحنة راها كويتني بغالب Yeah.
فيها النار لو كان يشوفها غير بعيني راني مدمر خلوني نهج العمر قلبي تفكر اللي راحت بكواتني ما 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 نضحك البحر يحسن عليك يا قلبي صبار ما عنديش تهار هذه المحنه هدتني الكلب تعمر نبريا لا تليفون لا اخبار على جالها نهجر وننسى كاع بحايني نكلت العشرة ونسات بيناتنا الشاطرة سباب هالهضارة هادوك هما عدياني خلات مارنا في قلبي ماشي من برا شعلة حمرا بكيت حس نعواني راني مدمر نرهج الأحمر قلبي تفكر اللي راح تنساني تبعت البحر يا حسن عونك يا قلبي اصبر ما عنديش زهرة Oh,
يا نحي عليا والمحنولة دلالي غارو منا يا نديرو فيه احنا دلالي ديرو فيه احنا دلالي قلبي بقى البيضة فرقع لي احساس الامر قلبي بقى الصرقة الصرقة بيضع لي احساس الامر بيضع لي احساس الامر قلبي بقى الافريقي وما واش تحملهم قلبي بقى الصرقة
وعليك راني نكتب ونغني غادي بكي كيما بكيتيني والقلب اللي كان مغلطني غادي نزيد احكي عليك يا ما كي نتفكر نكره حياتي حياتي علاكي كنتي يبكي وليتي كنتي حمامة كعرفتك بكري يا كنت مربيك على يدي يما امحين هاد شطاني حمد هوا شداني عيد صبر هاي مكواني شهرة هي اللي بيما وانت يا قلب تريح مغرام وعيني يما شتها عند الباب الطلق فيها لازم نوصلنا روش القلب تفضل مرحبا بك يا عيني يما رحت فيها وحده وحده ما تدريش على الكل وعيني ديك الخودك احلى سودك المفلقين في العقليه هنيني يا بنت الناس علاش
حبيبي ما هناني واه ما زيني بالعقل يمه هنيني يا بنت الناس علاش راكي تعذبي فيا علاش راه بينا نخدع ليا راه كيما كيما هنيني يا بنت الناس علاش راكي تعذبي فيا علاش بينا نخدع ليا راه قلبي مطيب كيما نتلاقى بك غير خيال الله تباتي معايا سهرانة ويزولوا الضرار عليا الله بالعدرة خافي مولاك لين ونهار نجري مرار كيفاش بغيتيني ننساك وانا عشقي فيك انت يا الله العذرة خافي مولاك ونهار نجري مراك كيفاش بعيديني ننساك وانا عشقي فيك انت يما هنيني يا بنت الناس علاش راكي تعذبي فيا علاش راه كنا نقطع الياس راه قلبي بكري بك يما
أرجو عين سي الغياب في بعض اللحظات أرجو عين سي الغياب في بعض اللحظات أرجو عين سي الغياب في بعض اللحظات عمري طولتي الغيبة الغيبة حتى الجوال فات وانتي شوقي قبلت الغيبة الغيبة حتى الجوال فات ما نبغيش كنت الزعفي ما نبغيش اللي يخرب فيه انتي روحك تعرفي وحدي نكره بلادي ما نبغيش كنت الزعفي ما نبغيش اللي يخرب فيه انتي روحك تعرفي وحدي نكره بلادي وحنا لك نلقيكي في جامي نسوني فوق النهار حدا لا تلقيكي في جامي نسوني فوق النهار جامي نسوني فوق النهار زين ونبقيكم بالقوة I'm gonna have to leave you for your, 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 your,
مكتوب مكتوب عليون والفك حبك كسعي ما دريت هكذا الراي التالف علاش مهدبني انا بغيتها اموت يا ليش حور هيدا النبي انا بغيتها اموت يا ليش حور عدياني
الزرق الله سمحي لي يا الزرق الله سمحي لي يا الزرق الله عبرتي في دميا كبيرة دادا Yeah.
بلادي يا هاني خارج غير افرحي وتهني وسلحي كان فسادك مني بلادي يا هاني خارج غير افرحي وتهني وسلحي كان فسادك مني مش مني يا مش مني مش مني فيك البطالة هسير زاني جبال الضحك صامت والهموم حبال والدمع يمام المحاين سال كسنا تعبى واللي تعبى مال قتلونا يما وغدروهم في البال عدونا حالة وانتي شوف الحال سمعونا نبكو شاخو عالموال زينت ببانهم انا ستنا لك فال يا ومش مني يا ومش مني يا ومش مني يا ومش مني يا بلادي يا هاني خارج غير افرحي وتهني وصحي كان فسادك مني بلادي يا هاني خارج غير افرحي وتهني وصحي كان فسادك مني مش مني يا نجاراتي غرايب نحكي لكم تعذروني أجروا علي الحبايب والله العظيم أوحشوني خلوا في قلبي لايب والدمع جرح شفوني خلوني أدري يا من ليس تدري الحب شيء عظيم أنا وحبيبي في صدري في وسط قلبي مقيم مولاي لا تفضح أمري محي العظام الرميم خلوني صابر على ماتي حتى جميع من يراني يقول مولاي
وسايكل عشيق يا ناس جراتني غرايب نحكي لكم تعبروني هجروا علي الحبايب والله العظيم أوحشوني خلوا في قلبي لهايب غالية محبوبة قلبي محبوبة قلبي غاليون 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 كاويتني قلبي بعيون قلبي بعيون الكاويون كاويون كاويون نخدي في دمي لشروح ايدمي لشروح الكاويون كاويون كاويون سفيان يا خي هيا 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 الكاويون كاويون كاويون with our own.